يعني للأمانة خليني أبدأ أول شيء بمعالي المستشار اللي أعاد الوفاء للوسط الرياضي من جديد. سلسلة أو كرنفال الوفاء اللي أنا أشوفه مش اعتزالات اللي صارت، سواء كان فؤاد أنوار، فهد الهريفي، ياسر، مواصلة أنك أنت تقدم حتى يعني احتضانك لاعتزال لاعب مثل محمد شلهوب قبل ما يعلن اعتزاله، وتقول احنا كهيئة الترفيه متكفلة باعتزاله لاعب زي سعيد العويران، لاعب زي خالد مسعد، تحس قرب المسؤول من ما يتم تداوله وتعاطيه حتى في السوشيال ميديا. اعتقد انه يستحق معالي المستشار، لازالت عطاءاته ممدودة الى الوسط الرياضي حتى بعد تركه الوسط الرياضي. اما عن ياسر يمكن اسهب كثير ابو تركي في الحديث عن ياسر. ياسر رجل بمعنى ما تحمل الكلمة من معنى، رجل بمعنى الكلمة. أعتقد لمسة الوفاء اللي سواها لمسؤول الملابس في الاعتزال خير دليل على تربية هذا الرجل وهذا اللاعب. ياسر ما هو جديد عليه، حتى في قمة عطاءاته وشهرته والبطولات اللي كانت مع الهلال نشوف له تأثير على مستوى نشاطه الاجتماعي. لاعب استثمر شهرته وما حظى به خلال تواجده في الوسط الرياضي إيجابي، سواء كان مع الجمعيات الخيرية، مع جمعيات السرطان، مرضى السرطان، أشياء كثيرة صراحة. أعتقد كرنفال كان في وفاء كبير جدا، شفنا يعني حب الناس لياسر، شفنا حديث والد ياسر، الحديث اللي يقول لك شوف الأب ومثال الأب، اللي لما تشوف لاعب مثل ياسر بهذا الخلق الرفيع اللي تمدح الناس، فعلا حتما خلف هذا الشاب أب وأم على مستوى عالي جدا، أخرجوا هذه الثمرة للناس. ما ابغى اسهب كثير صراحه في الحديث، ولكن اقول ان شاء الله انه مثل هذه الثمره اللي شفناها في الملاعب نشوفها خارج الملاعب، ويستفيد الوسط الرياضي من ياسر سواء كان من خلال نادي الهلال او حتى من خلال الاتحاد السعودي او اي نشاط رياضي داخل المملكه، تستثمر هذه الطاقه الشابه اللي حتى ياسر لا زال يعني حتى ما هو كبير في العمر، اللي تقدر تستثمر هذه التجربه اللي ما احد ينساها واللي قدمها ياسر بصوره مشرفه.